كيف أعرف أنني نمام؟ أنت تنقل الكلام من شخص إلى آخر، لماذا تنقل؟ هذا هو السؤال. بجوابك على هذا السؤال ستعرف أنك نمام أو غير نمام. لماذا أنقل الكلام؟ أنا سأكلم فلانا، فلان قال فيك كذا وكذا، لماذا؟ أجب على هذا السؤال وستخرج النتيجة أنك نمام أو غير نمام. نعم، شخص يقول أريد أن أسرق دكان فلان، فأنا سمعت الكلام، نقلت الكلام، يا فلان فلان يقول سيسرق دكانك، سؤال، ما الفائدة؟ الجواب إنقاذ مال مسلم. إذن لست نماما، لست نماما. شخص قال فلان أحمق، قليل أدب، كذاب، أذهب أقول يا فلان، فلان يقول فيك أنت أحمق كذاب قليل أدب، ما الفائدة؟ الفائدة أفعل خابر لفلان، دبسته، إذن نميمة، حرشت بينهم، دخلت بينهم الخصومة. القصد أنني أريد فلانا هذا يكون مبغضا لفلان ويغضب منه. إذن لاحظ، بهذا السؤال ستصل إلى النتيجة أنك نمام أو غير نمام. لأن بارك الله فيكم كثير من الرجال والنساء انقلبوا ناصحين وهم نمامون، هم نمامون، لكن لو سألوا أنفسهم ما الفائدة؟ أنا خرجت من عند فلان هذا وقد أوغرت صدره على فلان، ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ لا أريد أن يبقوا متحابين، لا حافظت على مال، ولا حافظت على دم، ولا حافظت على عرض، ولا هناك أي مصلحة، إلا أنني ما أبقيت مودة بين فلان وفلان، جعلتهم يخرجون وهم متكارهون. فسيلتقي فلان وفلان، كل واحد يلقى الآخر بوجه عبوس، وأنا أضحك مرتاح أنني افتنت بينهم. هذه هي النميمة، هذه هي النميمة. لهذا لا ترحم نفسك من هذا السؤال، لا ترحم نفسك من هذا السؤال، ولا تغالط نفسك بجواب، لا تغالط نفسك بجواب، صارح نفسك، أنت مقتنع أن النميمة حرام؟ هذا سؤال مهم. نعم مقتنع. أنت مقتنع أنك تجاهد نفسك ألا تكون نماما وتتقي الله في نفسك من النميمة وأنها حرام ولا تسجل في سجل سيئاتك؟ جيد، خلاص، أنا أخاف على نفسي من هذا، إذن لا أنقل عن شخص من شخص إلى شخص مثل هذا الكلام. حتى مثلا حضرت محاضرة لأحد طلبة العلم، واحد من إخوانك، من زملائك، من أصدقائك ما عجبته المحاضرة، يقول ما عجبتني المحاضرة، ذهبت إلى المحاضر تقول له أنا ما فلان يقول ما عجبته محاضرتك، هذه نميمة، هذه نميمة. ما عجبته المحاضرة شأنه، يستمع له محاضرة أخرى سيسر الله له. نعم، لكن النقل هذا ما الفائدة؟ أو نعم، ما أعجبتك المحاضرة، هناك أناس عندهم معاصي اتصلت بها الآيات والأحاديث التي ذكرها، وقعت في نفوسهم موقعها، ما أثرت فيك، أثرت فيهم، فأنت أسكت. هو قال الله قال رسوله في كلام الخير، أقل شيء أن الله ما أعانه في تلك المحاضرة، سهل سيعينه الله في محاضرة أخرى. المهم النقل من شخص إلى آخر، النقل من شخص إلى آخر. نعم، صلى بالناس ما أعجبته تلاوته، فلان يقول ما يرتاح بالصلاة وراء فلان،
يا فلان فلان يقول ما ارتاح من الصلاة وراك، ليش؟ ما الفائدة أنني أنقلها؟ ما الفائدة؟ هذا سؤال مهم. ما الفائدة؟ هل حافظت على مال أو حافظت على سمعة أو حافظت على شيء؟ نعم، لو أنني علمت ما هو السبب أجلس مع هذا الشخص وأقول له إن شاء الله إذا حضرت رحمك الله افعل كذا وافعل كذا، أذكر له التوجيهات التي ينتقدها الآخرون، مثلا تكون خطبته قليل ذكر الآيات فيها أو قليل ذكر الأحاديث، كلامه كله ناثر، أو أنه يحاول يعني يأتي بأساليب السجع أو يقلد بعض المحاضرين أو كذا، يعني بهذا أنني أوصلت له شيء دون أن أقول له قال فلان ولا قال فلان. أجعلها مني أنا، أجعلها مني أنا بأسلوب نصيحة. نعم، وهكذا بارك الله فيكم، يعني ركز على موضع الفائدة، كيف أوصلها دون أن أكون نماما، كيف أوصلها دون أن أكون نماما. نعم، وهكذا بارك الله فيك، في كل قضية تسأل نفسك هذا السؤال، تسأل نفسك هذا السؤال، ما هي الفائدة من نقل مثل هذا الكلام؟ بارك